قيمة الاستثمارات في قطاع المحروقات ستفوق 39 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة، 70% منها ستخصص للاستكشاف والتطوير، هو ما كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خلال مراسم الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. من أجل تحقيق هذا المسعى فإن الدولة يحذوها العزم على مواصلة جهودها في الاستثمار في القطاع قطاع الطاقة، إذ ستصل قيمة الاستثمارات في السنوات الأربعة المقبلة أكثر من 39 مليار دولار أمريكي، منها 70% ستخصص للاستكشاف والتطوير، لا سيما تحسين معدل الاسترجاع وخاصة في حقول حاسي مسعود وحاسي رمل. وفي هذا السياق يجب التذكير على ضرورة استكمال وملائمة الإطار القانوني للاستثمار في كل من قطاعات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة لتشجيع الاستثمارات وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل. الوزير الأول وبهذه المناسبة أشرف على التدشين الرسمي لمركز الفصل والضغط المخصص لمعالجة البترول والغاز، كما أشرف على عملية إعادة تشغيل مصفات RHM2 البترولية والتي تدعمت بوحدة جديدة مخصصة لإنتاج البنزين بدون رصاص بطاقة تقدر ب 85 ألف طن سنويا. نشكر خاصة يعني كل عمال ومهندسي وإطارات سوناطراك يعني توصلت أنها يعني توصل بالمستوى الانتاج الوطني اللي سمح لنا هذا العام وحتى العام اللي فات باش ما نستوردوش ولا قطعه تاع ولا قطره يعني تاع بنزين، وهذا الشيء يعني كل اطارات وعمال ومهندسي سوناطراك يعني مشكورين كل الشكر، وان شاء الله نتمنوا لهم يمضيوا في هذا كما نقولوا سور سو تران لا بو بوفوار كما نقولوا سيكوريزي لو مارشي ناسيونال، يعني تامين السوق الوطني والمضي بسوناطراك كذلك ومؤسساتها وكل هياكلها الى غزو اسواق خارجيه ان شاء الله، ولها كل المقدورات ولها كل الخبره في ذلك. وزير الطاقه والمناجم محمد عرقاب بدوره اكد على ضروره تنويع مصادر الطاقه بالاستعانه بالبدائل المتجدده التي تتوفر عليها البلاد. كان من الضروري انتهاج سياسة تسمح لنا بضمان أمننا الطاقوي على مدى البعيد من خلال تطوير وتنويع مصادر الطاقة باستعانة بكل البدائل الطاقوية المتجددة التي تتوفر عليها البلاد، سواء كانت شمسية أو رياحية، أو من خلال إدخال الطاقة النووية وتطوير استعمال الهيدروجين. الرفع من القدرات الإنتاجية لتلبية حاجيات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط والبعيد يتطلب الحفاظ على قدرات الإنتاج والتصدير وتعزيزها بالموازاة مع تكثيف جهود الاستكشاف.